ضيفنا هذا الأسبوع الصحفي حميد المهداوي اللي تكلمنا معاه على شلة ديال الأشياء وعلى المسار ديالو كيفاش هادشي كيصنع الشخصية على الحقرة اللي داز منها وكيفاش هادشي أثر أيضا على مواقفه على نظرته للحياة على تطرقه العديد من المواضيع ومن القضايا اللي كتهم المواطن المغربي. مدوز في مهنة المتاعب معروف بالخرجات وبالفيديوهات الجريئة ديالو اللي كيهضر فيها على لسان الشعب. كاشف المستور سي حميد المهداوي، مرحبا بك. مرحبا. معنا في صوت الناس على راديو اصوات. مرحبا سناء، الله يبارك فيك. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس سناء، بارك الله فيك، وانا سعيد بالتواجد معكم، وتحيه ليك والطاقم ديال اصوات جميعا، ونتمنى نكون يعني خفيف ديال ان شاء الله. حنايا كنرحبوا بك طبعا، مدير موقع بديل. عطي هذه المقوله الى بعض ردود الافعال المتشنجه تجاه قرار البرلمان الاوروبي، نقراو بارتي شايبان لك. تلاحظي الملك كيهضر بواحد النفس حقوقي كوني، ان قدر البشريه هي من نتعايشوا جمعاء ونتوحدوا على الازمات. وحنا اليوم ولات واحد الثقافه. شوف، غادي نطلب منك واحد الطلب. انا راه شخصيتي في تهال اختي. مرحبا مرحبا، حنا عطينك لا غنطلب منك واحد حاجه ديك الديره غنقولها وجاوبتك ومشيت. ولا لا لا، هذه ما يمكن. غنستبقوا شويه الاحداث. عن طلبك شوف، انا كنطلبك والمستمعين الكرام يصبروا عليا شويه. انا دابا جالس قبل ما ندخل عندك بجوج ديال الدقائق بالضبط كيجيوني رسائل، وانا صحفي وانت صحفيه. باش من خصوص هذه الرسائل؟ هذه اداره السجون السي محمد التامك المحترم، في هذه اللحظه خرج بلاغ ضدي انا واحد، ويستحيل يستقم عندي النقاش ونهضر معك في خاطري لما قلتش هذا الشيء بمنتهى الادب والاحترام ليه. حنا كنحترموا بالطبع، ولكن لابد المغاربه وانتم عندكم السبق نقول هذا الكلام هنا. غنقرا لك الفقره اش كيقول عليا في الاخر، لان هذه الفقره اللي كيهضر بها هذا السيد السي محمد التامك تلخص واقعنا الصحفي والسياسي والحقوقي المغربي في وصلت البلاد. هذه الفقره انا بالنسبه لي، والناس صيفطوا لي بزاف. شوف كيقول، انا نقرا لك غير الفقره الاخرى عليا. اذا الناس صيفطوا لك نص البلاغ. نص البلاغ، حيت كل شيء صيفط لي كيقول لي المهدوي. وشوف التامك كيقول عليك، عاد دابا خرج هو البلاغ، عاد دابا هو السي الهاشمي ديال لاماب، حيت لاماب كتكتبت عليه النهار اللي قال واحد المره السي محمد الهاشمي المحترم، انا كنقول لك المحترم، واحد المره دار بان الاحتجاج على الحكومه تاخنوش، قال لك السي الهاشمي على وبدون ما يكون موقع شكون مول الخبر، لان كنعرفوا الهاشمي على كتب السي اخنوش، المهم هذيك صداقته بيناتهم صحاب ما يمكنش نحجروا عليه، قال لك على انه النقاش مع السي اخنوش وحكومه اخنوش فيه مس بالوحده المغرب والفتنه غتنوض. تصوري تاريخيا تهضر على الحكومه قال لك فتنه، وانا درت عليه واحد الحلقه وما عجبوش السي الهاشمي وكان بغى يتلاقاني انا، مع احترامي نقولها لك ما بغيت. هو دابا بقى فيه، دابا كينشر البلاغات عليا ديال زعما كيخدم دابا كينتقم مني. لا ماب اللي هي مؤسسه خصها تارشف الاحداث الوطنيه واللي محسسه محايده ومقيده بميثاق، وكنعرفوا الحكمه الجيده وهلم مجرى الفصول 155 54. لاحظي شنو غنقولوا على مواطن بسيط صحفي عندي غير قلم جاي من خنيشات وما كنلقاش من خنيشات، واحد الفيلاج كنفتخر به، انسان بسيط. غنرجعوا للخنيشات. ما عندي لا ذراع لا قابيله صحفي لا شكاره لا فلوس. ايوا عندي اسره صحفي كنحاول الى جانب الشرفاء. شوفي هاد جوج مؤسسات غيتحاموا عليا، ماشي كندير هادشي باش تصدر عاطفكم. عافاك انا ما غنقراو بغيت المغاربه يتصنتوا. وبالاحترام تفضل تفضل. سمعي اختي، مؤسسه دستوريه كيفاش كتخاطب مواطن مغربي؟ سمعي اللغه، شوفي البلاد فين وصلت. وسجلت اداره السجن ان حمله التضليل التي يقودها هذا الموقع فتحت الباب امام جهات اخرى. دابا الموقع هو الحياه المغربيه ديال زيان، وجهات اخرى هو انا، تحاول الركوب. شوف اللغه ديال الركوب، ولكن عرفت الصحفي اللي كيكتب هذا واحد الصحفي ما نقولش فيه شي كلمه، معروف كان في واحد الجريده وطنيه متخصص في هذا، تيكتب مزيان باش كينغم واحد على اي واحد الوقت يكشف التاريخ كل شيء. نعم. اخت تحاول الركوب على ملف السجين المعني على زيان، وذلك على غرار احد الاشخاص ممن يمارسون ما يشبه الحلقه. انا حلايقي، كتعرفي الزميل علي المرابط كان قال عليا حلايقي، واحد كان دابا حتى التامك قال على المهداوي حلايقي، دابا علي المرابط قال عليا حلايقي، دابا حتى التامك حتى هو نضاف لعلي المرابط، معليش ماشي مشكل. قال لك انا حلايقي. دابا هذا وعلى عداوه اختي بزبله، انا ولا ما عرفتش واش المغاربه كيحسوا بلي كنعسبي. هذه بلادنا، باش نوصلوا لهذا النيفو ديال الخطاب؟ اذا نكملوا النص ديال ما قدرتش نكمل. هذا الشيء راه مؤلم اختي. انا مؤسسه دستوريه، شو كتهضر؟ يمارس الحلقه على احد المواقع في سعي منه الى جمع اكبر عدد من المشاهدات بغيه تحقيق الربح الادسنس، حتى ولو كان ذلك على حساب اخلاقيه من الناس. وخلص البيان الى المندوبيه العامه لاداره السجون، تحتفظ بكامل حقها في سير كافه المصر. عرفت كيدير لك دابا هكا؟ نوريه دابا باش نشرح لك.
دابا باش نوضع الناس في الاطار، لاننا كتكلم على واحد الموضوع باش نفهموا طبعا الحيتيات ديالو، ولو انه هذا كيبقى طبعا وجهه نظر خاصه بك. هذا البلاغ جا في اش من اطار؟ اعطيني فرصه نكمل لك. انا علاش قريت هذا المقطع؟ بغيت نقول للستان كعبركم هذا وعد من عندي بمنتهى المسؤوليه. غنقول له هكا، كتعرفي ديك عاش الملك؟ عاش الملك فيه جوج مستويات، كاين اللي كيقولها بالتبيضيق، كيكون كيقول شويه عاش الملك عا كيبغي خايف عاش الملك هو، لا المهداوي تيقولها بقناعه عاش الملك بالحب. علاش كنقولوا عاش الملك؟ والله خلعتيني، لا انت ولا اللي وراك واللي فوقك واللي حداك واللي جنبك، السي تامك وعاش الملك. وملي كنقول عاش الملك ماشي ديال التبيضيق، انا كنأكد عليها، انا ما كيعطيني حتى شي واحد، انا مقتنع بقيمه الملكيه، قلتها في واضحة دورها السياسي في الاستقرار، ما ندخلش في التقييم. انا كنهضر فكنقول السيد تامك من عندكم هنا عاش الملك. وما من عاش الملك؟ والله لا خلعتيني يا السيد سميتو، ولكن هو كيهددني بالقضاء، حنا القضاء ما كنخافوش منه، ملي كنمشيو للقضاء عاد كنرتاح، وهذاك مأمن، هو دابا كيسحب له القضاء بعو كيخلعني. تعرفي اش كيدير دابا؟ حلايقي وكذا وساحتفظ، زعما هضرتي دابا كيدير لي القلعه، حنا القضاء كنرتاح، حنا ملي كنخافو هذا المدير ديالو اللي كتب هذا الشيء. عارفي شنو قال لي؟ ها الزوجه ديالي قدامك وهي تشهد، ما عمري قلت هذه المعلومه طين، انا اليوم غنقولها قدامكم. تعرفي شنو قال لي واحد النهار؟ ما عمرو ما كيهبط عندي هذا المدير، سمعي على معلومه مزيانه، ها الزوجه ديالي اون فاس كتشوف فيا مسكينه، ما بغاتنيش نقولها، والله ما بغاتني، لا غنقولها بشرى، والله تنقولها. شوفي ها كي دارت لي بحركه، خافت ولكن غنقولها. عرفتي شنو قال لي هذا المدير اللي كتب هذا الشيء ديالو؟ هبط عندي قال لي اللي بحال هكا، ما عمرو هبط عندي، لقيته واقف بواحد المونطو، عند كاميرات عندهم كتوثق كل شيء، واحد المونطو قهوي ديالو، قال لي يعني اما غيقتلوك اما غيطوعوك. وتصوري هو حارس يقول لي قدام الزوجه بعقليته، لان الزوجه كتكون هشيشه كتخاف المراه بطبيعتنا، فالمراه ملي يقول قدام المراه هشيشه باش يفرعك يلعب لك على النفسيه. انا طليت فيه بقيت كنشوف فيه، اقسم لك بايات الرحمن زياره كان عندي فيها ساعه وانا كنحاول نكالمي مرتي، تنقول لا راه عزل، قلت له راه ما فهمش راك هذا. هذا الشيء منين كنتي في الحبس؟ بقى لي مده قليله نخرج. هذا المدير اللي دار هذا البلاغ دابا كيهددني، وباقي غنقول عليه حوايج اخرى، هو صاحب راه يخلعني. لا ما شوف، حنا سالينا مع سنوات الجمر والرصاص، درنا هيئه الاسلام والمصالح، كاين رده دابا صحيح، ولكن اللي كيتوهم غير رجع المغاربه لسنوات الجمر والرصاص يستحيل، حنا قطعنا اشواط المغرب الحبيب. عندنا مؤاخذات عندنا، اللي شي يخلعنا وهذه الطريقه اش كيدير بها الصحفي؟ كلشي يدخل سوق حيت المهداوي الا خلاه وعايز يزعموا هذا اسلوب ديال الترهيب، كلشي يدخل سوق جواه. عرفتي في غادي نبينا واحد الوضع خطير، ماشي على كوريا الشماليه، دابا هذا تيقول عليا حلايقي وكندخل فلوس من الادسنس، انا فلوس الادسنس بها كناخذ استقلاليتي، حيت كون ما كانش الادسنس كورونا عاوتاني بوق ديال شي واحد. غادي نرجعوا العكل، ما نقول انا ما غنكملش، غنقول لكم من عنده هنا ويسمعني، والله حتى غنجاوبوا بمنتهى الحضاره. هذا اذا لم اقدم على شي حماقه نقدر نهز الملايه ديالي نمشي عندو غدا الباب السجن اللي كيخلعني به. انا ماشي كنتبورد ولا واعر، ولكن كاين حدود ادنى في التواصل. انا تواصلت معاه زيان اداه البارح، درت معاه واحد المد، وهاد المدام ديالي باش نكمل لك هاد الواقعه مهمه. ساعه وانا كنكالميها مشيت لغدا، واحد الموظف هانت كنعطيك اسماء، اسمه عبد الاله، الصباح قلت والله ما نعست الاستاذه وساقول لك كلمه، وكنتمنى تخلي هادشي ما يتقطع ما والو، حنا مباشره هادشي ما عندوش يتقطع، حيت هادشي للتاريخ وانا كتحمس. وانا بالعكس يعني كنشوف، لانه قبيله شفتك شويه بنتي لي شويه مشطون، ولكن قول لي انت يا راك خايد، راك هاز جيتي هاز معاك. والله ما شفتها حتى لدابا صيفطوها لي الناس. نعم، كيف رئيس يهضر مع مواطن معوز؟ انا شكون انا؟ اش عندي انا؟ انا جزائري غتغلبني، انا اسبانيا سبت، انا مواطن عام مغلوب عام القفه والوليدات. نعم، انت تبرد علي. لا بلاتي نقول لك فكره، عيطت الصباح خرجت من عش. لا مهمه، لا حيت هذه انا عارف المغاربه غيهتموا بهذا الواقع، صدقيني. نعم، وما فيها حتى شي اساءه، هذا التاريخ وانا مسؤوليتي ومكتوب. بلاتي نقول لك، حنا كنتكلموا في كل شيء بكل شفافيه. واللي جميله سناء، عندي الحمد لله عندي يا ياسمين، الصباح ما نعشش في الليل، مشى بالي الباهة باها ومشى بالي الزيدي، المهم هذه هواجس ما تنقولكش انا دوك الاعمال. علاش تفكرت بن كيران؟ ذاك الايحاءات اللي كان كيدير بن كيران كيفاش مات باها، بقيت كنقول عيقتلوك ولا يطوعوك. اقسم لك ورب العزه وجلاله يا من عز ديك الليله، تنقول عيقتلوني، بقيت كنخاف. انا بشر الليل كامل كنفكر في باها والزيدي، مشى بالي على بن كيران تصريحاته. الصباح وانا عيطت لعبد الاله، انا كنعطيك اسماء، قلت له عبد، قلت له جاب الاله، قلت له اش قال لي المدير؟ اش قال؟ قال لي لا ما كيعرفش يهضر هذاك، عاكي بلاصه، قال لي ربما مازال بعياد موظف اخر. قلت له بعياد اش قال لي المدير البارح؟ قلت له قدام زوجتي وكذا، يجي عندي وكيل الملك، وحقاش كتبت رساله لوكيل الملك وقلتها لوكيل الملك، قلت له اش قال لي مدير السجن؟ اش قال لي؟ عيقتلوك ولا يطوعوك، هذا تهديد مؤسسه سجنيه، حيت قررت نخرج، بقات لي عشر شهر.
وكيل الملك من شاف داك التهديد ما عمره ما كنت كنكتب له ما كيجيش جا عندي حيت ابغاش تحسب عليهم. منين جا عندي وكيل الملك انا خارج من الباب نمشي للزياره استقبلني يا ربي نخرج معاه وانا تعمدت درتها باش ندير الشهود. قلت له جي عبد السلام قدام وكيل الملك زربت عليه. قلت له عقلتي ملي قلت لك المدير قال لي واحد قال لي ايه قلتيها لي الشهود وكيل الملك سمعها. ملي مشينا انا وكيل الملك بحال اللي زعما صافي بلا ما تتبع هذه النقطه هضر على التغذيه والدواء وداك الشيء هذه ديال الموت والقتل. قال لي انت دابا زوجتي حبسك خرج بحالك ما عندك ما دير في هاد التبرزيط وكذا. دابا علاش تفكرت هذا هو المدير اللي كتب هذا هددني مع التامك بالقتل اما يقتلوك اما يطوعوك. وقسما ورب العز عندما تخاطب مؤسسه دستوريه على عاتقها انسنه السجون واعاده الجارح الى حظيره المجتمع بالتهديد. تصوري معايا شنو شوفي دابا كيفاش كيهضر. انا حلايقي انا كندخل فلوس من الادسنس هذه مدير هذه مؤسسه هذه مندوبيه. عقولي لي اختي سهلة انا صحافي فين هو يونس مجاهد اللي دار بلاغ البر. انا صحافي سي مجاهد يا سي البقالي عبد الله انا صحافي. نعم. البرلمان الاوروبي اللي جمعته ها مؤسسه انا حلايقي البارح جامعين قال لك كيديروا يوم دراسي بغيتو نسكتوا نخليوها تمشي شنو يبقى شنو هاد البلاد الحبيبات. الملك تيقول لك تيقول لنا قل الحقيقه ولو كانت قاسيه قل لي الحقيقه بغيت نعرف انا صحافي اش كندير. قول عاش الملك وطني مؤسسه وهذا الخطاب غير مقبول. تصوري ما تهضرش في المؤسسه الملكيه ما تهضرش المؤسسه الامنيه ما تهضرش يمسخوك يقردوك تبقى هابط 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 حتى واحد ورا ما عرفش ما بقى صح. تصوري ما نقدرش نهضر في التامك. قلت له شنو قلت له الله يجازيك بخير زيان عندك مريض انت اعترفتي فيه الاسهال الله يجازيك بخير خرج بلاغ من حقك ولكن قول هذا واحد الموقع سائله واحد الموقع خرج مغالطات اضر. دابا اش دار هو اليوم زاد زعما الله يا بوكم شحال ديك الحلقه اللي درتي البارح. دابا هذا سخون بيه من هذا التامك شكون مسخنه شكون وراه شنو هذه الاشاره زعما شنو شنو دابا هادشي شنو هاد المستوى دابا هذا البارح هضرنا عليه بزعما يدير عقله اليوم زاد فيه طلع. اذا شنو هذا عضو خضو خضا شكون هي الجهه واش السيد تامك انا عندي فلوس انا عندي فلوس بالادسنس ونتحاسبوا انا وياه نديروا التصريح مجلكات قولي جبد فلوسه اجي نحاسبوا الغدا كيفاش كياكلوا الاطعمه. انا باعوا لي باط ب 80 درهم باط بالحبس حميد المهداوي نتحاسبوا انا وياه الفلوس اللي عندي وعنده يخرج التامك ومدراء السجون يلاه مع احترامي ليهم يقال لك دخل معايا الفلوس وانا عندي له حلقه دابا ماشي دي حلقتي عليه والله ما زقلو بل لا الحلقه درتيها اليوم عندنا فرد الاسواد شوفي واحد الرد معمر لا لا غندير لا سائليه ماشي انا اللي كنتفض هذه ماشي ديالو هذه مؤسسه ديال المغاربه هو دابا صحابو حنا دابا فهمنا حنا دابا فهمنا طبعا الاطار اللي صدر فيه هذا البلاغ. وكنذكر اننا من دائما على راديو اصوات كنعطيو طبعا حق الرد وكنسمعوا من كل الاطراف لانه هذه كنعاود ناكد انها صيغه وجهه نظر ديالك اللي كتخصك حميد المهداوي. وحنا طبعا كاعلام وطني ومواطن لا سنة سمحي لي بالنسبه لوكيل الملك راه عنده رساله اللي قلت القتل واخا خليني غير نكمل هذه الفكره. كنذكر بانه اي طرف اليوم اللي كيتكلم عليه سي المهداوي ضيفنا في صوت الناس طبعا عنده حق الرد ايضا على راديو اصوات. حميد المهداوي سولنا الناس اشنو كيعرفوا ولا شكون هو بالنسبه لهم حميد المهداوي. قبل ما نعاودوا نرجعوا تكلمتي قبيله على الخنيشات وغادي نرجعوا ربما نهضروا ايضا على المسار ديالك وعلى تجربه السجن وامور اخرى غادي نشوفوا اشنو قالوا الناس. حميد المهداوي صحفي معتقل سابقا كنزلق فيها الصراحه هو تيعترف بها من بعد قال لك اودي ما نعاودش نخطا بهذا الخطا هذا ونتمناو يكون كيف ما كان اكثر من الحيطه والحذر هفوات القانونيه ومزيدا من النضال. اول حاجه شكرا الاصوات على استضافه الصحفي المداوي طبعا كنعرف عليه الكثير اول منه صحفي كان معتقل لكن انا صراحه عندي عتاب للمداوي هو انه بعد خروجه من السجن ولينا كنشوفوه في منصه اليوتيوب بزاف كانوا اختفات ديك الصوره اللي كنا كنشوفوها على المداوي كصحفي ولا بالنسبه لنا صانع محتوى كيدير مجموعه من البرامج لان كنشاهد البعض ديالهم صراحه قيمته بالنسبه ليا كصحفي وبداك الوزن اللي كان عندي ما بقاتش بالنسبه. حميد المهداوي هو انا كنعرف عليه هو صحفي كيكتب على مواضيع سياسيه يعني ماشي اي صحفي كيقدر يطرق لهم وكيناقش من مواضيع من الزوايا اللي حساسه اللي كتهم ولاد الشعب وكتهم المصلحه ديالهم. بالنسبه للصحفي المهداوي حميد المهداوي اللي غتصادفوا في البرنامج ديالكم اللي نبغي انه يوضح حيت انا كمتتبع ليه شي بعض المرات كيجيني ما كاينش وضوح في المواقف ديالو يعني كل مره كيدير خرجات اعلاميه اللي كتكون متناقضه لواحد الموقف اللي خداه من قبل.
كيتسجل هادو الابتسامات طبعا ديال المغاربه ديال المواطنين في الصحفي حميد المهداوي. كيف قلت في تقديم صاحب الخرجات الجريئه، واللي كنعاود نذكر انه في اطار هاد التصريحات اللي عملتي سي المهداوي على انه البرنامج طبعا دائما كيعطي حق الرد لكل الافراد او المؤسسات. عندنا اليوم طبعا راي الناس اللي سمعناه قبل من الفاصل، وشفتك خديتي بعض النقاط، يعني بحكم العمل ديالك، بحكم الخرجات ديالك والتعليقات ديالك وتعليقات ديالك على كثير من الأشياء ومن الأحداث ومن الأشخاص ومن المؤسسات، كتعرض بالأساس الانتقاد حميد المهداوي، وسمعتي بعض الآراء. كاين بعض الآراء أخرى مثلا اللي منها أنك اليوم وليتي متخصص في الضرب في أعراض الناس، وكاين الناس اللي كيقول لك حميد المهداوي ما كاين لا تكوين لا مستوى غير اللعب على المشاعر. كاين ايضا بين بعض التعليقات اللي لقينا انه هذا المهداوي قال لك وليتي بحال صحابات روتيني اليومي، يعني خصك ترفع عدد المشاهدات وهذا الشيء باش يكون عندك طبعا ربح مادي وباش يعني تكون حاضر على اليوتيوب. وهذا كان من الاشياء اللي سمعناها. شنو تعليقك ولا شنو ردك على هاد الناس اللي كينتقدوك بهذا الشكل؟ شوف، اولا انا سعيد جدا بهذه الملاحظات، لانه الانسان اللي ما كيقبلش النقد ماشي انسان. يقول تشرشل اللي هو البطل القومي للانجليز، يقول النقد يقوم مقام الالم في الجسم. النقد يقوم مقام الالم في الجسم. الالم لولاه ما يمكنش نتعالجه. تصوري تكون عندك شي مرض في كرشك ولا ما ضريتيش وما حسيتيش، ما فيش حتى طبيب حتى تموت. اذا الالم واخا هو كيضرك ولكن زوين به كتعالج الامراض. ولهذا الاخوه اللي عطاو هاد وجهات نظر محترمين، نبغي نشير قبل ما نعلق عليهم على انهم هذه وجهات نظر داخل المجتمع، ليست هي الاغلبيه. انا نفتح لك التليفون عند القاسم المهداوي صحفي حقيقي غزال زوين زوين زوين، هادو كل واحد كاين يقدر يكون ارائهم شخصيه ومن حقهم، يقدروا يكونوا كيعبروا على لسان جهه، ما يقدر يكون هادشي مفلتري بالعاني باش انا ندخل في واحد السياق. الحياه صراع، انا فاعل اعلامي كنهضر في الناس، اكيد كنخلق خصوم كنخلق عديان كنخلق، ولكن ما يهمني انك كاين بزاف ديال الناس في المغرب وجايباني هنا وكنجاوبك، كما كنت انسان فاعل ما عندكش تضيعي معايا وقتك. نعم. وهذا كافي شرف ليا انني انتج. الناس اللي كينتقدوك بانك وليتي متخصص في ضرب الاعراض. لا انا جاي. اولا انا عمري انا ما نشرتش صوره ديال زيان عريان، انا ما نشرتهاش، نشروها صحفيين زيان عريان. انا ما هضرتش على مرت خلود مرت سليمان، عمري جبتها اعراض الناس. الصحفيين اللي كيهضروا على مرت خلود مرت توفيق بوعشرين مرت، بالعكس هذوك هما الصحفيين اللي كيشهروا باعراض الناس. بالعكس انا اديت ثمن لانني كندافع على اعراض الناس، والمغاربه كيعرفوا هذا الشيء. هذا اللي كيقول هذا الشيء هذا غير هذا شنو كتعني؟ هادو بحال شي وحدين كيوجدوك. دابا الا شفتي هاد الخرجه ديال التامك مع بزاف الخرجات كيبداو التهيئه هكا البشر حتى باش يكرهوك باش يعزلوك، فهمتي؟ دابا المغاربه كيعرفوني، بالعكس انا اكبر واحد كندافع على اعراض الناس. وادي انا كنت وسط الحبس وكنلقى الا ضربوا شي سجين كنلقى موظفين انتفض قسما مسولي معروف وهذا الشيء في تصوري بلان كيدوز الحبس، وكندافع على اعراض الناس وسط الحبس. نعم. وكنحيح وكنكتب شكايات لوكيل العام واخا ما كيتفاعلوش معايا. خليني نجاوبك على هذه الحويجات. كاين واحد المقوله كتقول لك سناء، انا غير مسؤول عما تفهم، انا مسؤول عما اقول. مثلا وانا اتعرض مثلا القضيه ديالي انا ما اعتذرتش. على واش كنعتذر؟ كنعتذر مثلا في التهمه ديالي كنعتذر بالصح ونبغي نقولها لك بمنتهى المسؤوليه وعندي الشجاعه مثلا كنبغيش نقولها كنعتذر لبعض المسؤولين الكبار بلا ما نسميو صافي. قبل ماشي كانت نيتي خايبه، كنت بعض المرات ما كنكونش موفق في تعابيري. ملي درت القانون في الحبس وكذا رلحت من بعد وليت كنحسب هذاك هو كنقصد بالاعتذار، لانني كنت كنعترف الدبابه. نعم. هي غير واجهه ولا غطاء، اما عقوبتي الحقيقيه هذه هي ديك العبارات اللي كنعتذر عليها داخليا. انا كانوا كيعاقبوني على فمي، اما الدبابه اذا ملي ما كنعتذرش اما الدبابه خاويه ومصاوب ليا داك الشيء مفبرك مصاوب هذا الشيء معروف. هذا الشيء الا جبتي البشر عنده 4 سنين يقول لك هذا ملف مخدوم. اذا الناس اللي كيتهموك انه ما عندك لا تكوين ولا مستوى غير اللعب على المشاعر،
وكيبقى تقديرهم نقدر ما نقنعهمش الا كانوا قارين بزاف. انا ما نعرف، انا نبغي نرجع معك شويه. انا نجاوبك على هذه النقطه، ماشي صحفي. نجاوبك على هذه النقطه، قلنا الاولى جوج، ماشي صحفي يوتيوبر. انا بالنسبه لي لا يهم يوتيوبر، فقيه، صحفي، نجار، خضار، المهم ان تكون لي رساله في الحياه، ان انصر المظلومين من اي منصه لا يهم. هذه العمليه ديال اليوتيوبر يا صاحبي لا، في نفس الوقت انت ما يخفاش عليك على انه كاين واحد التمييع ربما، لانه ملي كتقول صحفي راه ماشي هو اليوتيوبر، ماشي هو الخضار، مع احترام كل المهن، ولكن راه كل مقام مقال، يعني ماشي اي حاجه غيقدر يهضر فيها اي واحد. شوف، اولا كاين تخصص، كاين كفاءه. برافو ليك. مثلا التمييع كاين احقيه، اي متفق معك. مثلا سناء، الا شفتي مثلا اولا التمييع كاين بعض اليوتيوبر، ولكن هذه مسؤوليه السلطات ماشي انا وانت. السلطه مسؤوله هاد السيبه اللي كاين في اليوتيوب وفي كذا وعدد من الحوايج. حنا ما كننشروش اعراض الناس، ما كندخلوش الحياه ديال الناس، كنناقشوا الاسعار، كنناقشوا السلطه، كنناقشوا الفوارق الطبقيه، مواضيعنا معروفه. زعما هاد الشيء حشومه يقول بنادم، كنقول لك لا كاين شي واحد كيهضر بحسنيه. نعم، يعني المهداوي كتعرف واش كيهضر، عيب. انا بالنسبه لي عيب هذا، واخا كاع تكون باغي تستهدفني ولا باغي مثلا توسخ صورتي، واخا كاع تكون خاصك تختار شي اسلوب اللي يقدر يعقبلو العقل. حيت المغاربه اذكياء. واش المغاربه ما كيعرفوش المهداوي فاش كيهضر؟ كنهضر في السلطه، في الفوارق الطبقيه، في الاسعار، في المحروقات، كنهضر في ما يهم المغاربه. نعم، وهذا نهضروا على مجموعه الاشياء. وهاد الفيديوهات شنو هما عمليا؟ دابا غير نبسطوا النقاش. راه الفيديو شنو هو؟ هو افتتاحيه مرئيه، هو افتتاحيه. نعم، مسموعه مقارنه مع افتتاحيه مكتوبه. المكتوب احوله الى مسموع ومقروء. علاش الناس كيبغيو يعطيك؟ ولكن اليوم الناس يعني ممكن يعتبروك مؤثر، وممكن ايضا نفهموا انك تقلب على اعلى نسبه مشاهدات. انا جايك، انا كاتب هذه النقيطات. انت سالي يعني هذه ما كتنفيش هذه؟ لا ماشي عيب تكون عندك انا ما كرهتش المغاربه كلهم يشوفوني، انا ما كرهتش نصور الفلوس ديال الدنيا والدين كلها، شتي الثروه ديال البشريه كلها تولي عند المهداوي، والله ما نكره. ولكن اش غندير بها؟ اولا نبغي ندخلها بالحلال، وما نسرق حد وما ندي حد، ومن اللي غندخلها نعيش معايا المجتمع والفقراء وندير المشاريع. سوليني هنا ملي كندخل فلوس اش كندير بها؟ شكون هذا اللي ما كيقلبش على الفلوس؟ علاش البشريه كدابز؟ المهداوي اللي كيجمع الفلوس، اللي ناض كيقول المهداوي الفلوس. واش من فلوس عندي انا؟ دابا كتربح مزيان من هاد الفيديوهات اللي كدير؟ اللهم لك الحمد والشكر يا ربي، كنربح قل من داك الشيء. انا خلصت 3 سنين د الحبس، 3 سنين حشومه يتحاسب معايا بنادم. انا نقول بلا ندوز على سيمانه د الحبس ونعطيك الاملاك اللي عندي، على سيمانه في عكاشه ويحطوا لك داك الحوت كواري. راه البشر وقح، وسمح لي بهذا الكلام، ماشي اللي كيفكر. نعم، اللي كيدخل لهذا الدرب بحال دابا الفلوس كيدب هذا وقح. حنا الناس ملي كيضحيوا كنحتفظوا لهم تضحياتهم. ناقشني في افكاري، ناقشني في وقاحتي، ناقشني تعرضت لاعراض الناس. ومن تقول اعطيني مثال دابا، تصور عاد كيدوز عليك من الموقف المهداوي اعراض الناس، اعطيني مثال، اعطيني صوره، اعطيني ماده، اعطيني مثلا دليل هنا قصتي. نعم. اما ملي كتجي الناس بحال هكا يعني كيكون حشومه، فهمتي الفكره؟ ما